اهلا بيكي معانا في ورقة اخبار اليوم. اهلا احنا بنبارك لك على فيلم يوم للستات، والنهارده الاحتفال ببدايه تصويره، فكلمينا عن يوم للستات. اكيد انا بستمتع كل مره لما بشتغل مع كامله، لان هي مخرجه مميزه جدا بالنسبه لي. عشنا فتره طويله مع ذات، قعدنا كتير نصور في عمل حقيقي كان صعب ليها ولكل الكرو اللي شغال في المسلسل. ومبسوطة جدا بتجربتي في يوم للستات، لان حقيقي تجربة مهمة قوي سينمائية. بيتكلم عن الحياة عامة. الفيلم بيتكلم عن الحياة. اهم القضايا او اهم النقاط اللي بيناقشها او بيركز عليها الفيلم، وخصوصا من اسمه، هو اسمه يوم للستات، هي كل ما يخص الستات مثلا، ولا ايه بالظبط؟ كل انسان من حقه يعيش، كل انسان من حقه يحلم، كل انسان من حقه ان حياته تبقى افضل. بس ازاي؟ هي دي الفكره يعني. فهو ده يعني انا رايي، هو ده الفيلم يعني. يوم للستات هو كمان يعني بقاله فترة طويلة قوي المفروض كان يبدأ تصويره، وواجه كتير من، مش هقول مشاكل، بس اتعطل كتير لسبب ظروف والأحداث. هو الفيلم كان مفروض نصوره قبل ما ندخل ذات، بس بعد كده حصل ان احنا دخلنا المسلسل طبعا، فكان صعب جدا. ومفيش، وابتدينا من نصور الفيلم من 4 أسابيع تقريبا، وما وقفناش يعني لحد دلوقتي. لا لسه لما يخلص. لا بقى لنا 4 أسابيع بنصور. باقي حوالي 2-3 أسبوع يمكن. حابه اتكلم معاك كمان عن تجربه ذات تحديدا، وازاي يعني انا هسميها شجاعه منك انك توافقي تقدمي شخصيه ذات زي ما قدمتيها وامتعتنا الحقيقه ونجحتي فيها فعلا. ما فكرتش في مش موضوع الشجاعه، موضوع السن ده عمره ما كان مخوفني يعني، مش ده الموضوع. لكن هي الرواية نفسها صعبة قوي. كان في شغل كتير، لان المسلسل ده عبارة عن تفاصيل كتيرة جدا، تفاصيل زمنية، تفاصيل انسانية، طبعا اكيد مكياج، يعني كان في حاجات كتير قوي صعبة يعني. هو ده اللي خوفني، لكن مش اللي هو المكياج بتاع السن او الحاجات دي كلها. مش عملتي بقى خلال التصوير مع حاجات كلها الصعبه اللي انت قلتي عليها دي، ازاي تخططيها ومين ساعدك او مين كان طول الوقت يعني جنبك في يعني زي ما فيش يعني الاعمال اللي زي دي بتبقى كل حد بيساعدك يعني. الاستاذ محمد عشوب كان بيساعدني يعني، اكيد في المكياج ده بيأثر على نفسيتي يعني. مونيا مثلا مصممه الملابس برضو كان في حاجات يعني بتبقى مساعدات، فاهمه، ليها علاقه بالمكياج، باللبس، بالتخن مثلا، بالحاجات دي كلها. لكن يفضل بقى الاحساس نفسه بتاعي انا يعني. اكيد وجود جنبي كان زي الممثل باسم السمره وانتصار يعني، ساعدوني يعني. اكيد بصي يعني كل العوامل اللي حواليا ساعدتني. شاركي ان شاء الله مع الفنان احمد حلمي في فيلم سينمائي جديد. عايزين تكلمينا. ما اعرفش حاجه عن الموضوع لا انا ما عنديش فكره يعني عن الموضوع. لا انا ما عنديش فكره خالص عن الموضوع، بس اكيد لو جت حاجه كده اكيد اتمنى يعني. الاستاذ احمد حد جميل يعني، فنان رائع. لا انا ما عنديش اي فكره حقيقه. بالنسبه للمسلسل، في مسلسل كمان فتره سجن الناس ان شاء الله لرمضان الجاي باذن الله.